دائما نسمع منك تقول هذه رؤية وهذا حلم وهذه أضغاث أحلام، ما الفرق بين الثلاث أشياء؟ الفرق أصلا جاء في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، هذه واحدة. وقال: الرؤيا ثلاث، رؤيا من الله وحلم من الشيطان وتهاوي النفس أو حديث النفس. الرؤيا من الله جل وعلا قد أوكل بها ملك يلقيها في روع الإنسان، عبارة عن قصة معينة ورموز ودلالات وإشارات يعبر بها أو يعبر عن طريقها المعبر من المنام إلى الواقع. القسم الثاني وهو حديث النفس، يعني تلقى واحد يهوجس كل اليوم يفكر بموضوع معين، فتجد سبحان الله يرى ذلك في المنام. فمثلا يعني شخص يفكر في سيارة معينة، أضرب مثلا جيب ربع، يفكر كل اليوم جيب ربع، فيرى في المنام كأنه اشترى جيب ربع أو يقود سيارة وكذا. وكذلك مثلا من يفكر في الزواج وأمر الزواج، تجد سبحان الله يعني يرى في المنام في الغالب مثلا الزوجة والمتزوج دخل بالزوجة وما يعقب ذلك. القسم الثالث هو حلم من الشيطان. الحلم من الشيطان هذا يصنعه الشيطان أو يخيل الشيطان للراعي بعض الأشياء من أجل أن يصرف عن حق أو يوقع في باطل أو أن يفزعه، يعني حتى يخوفه، إما يريد أن يصرف عن حق أو يوقع في باطل أو يريد أن يخوف الراعي. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فهو هذا الأظن واضح إن شاء الله.